عن أن مصر لم ولن تألو جهدا في سبيل تحقيق المصالح العربية ورفعة ورخاء شعوبها. الإخوة الأعزاء، مما لا شك فيه أن خطر الإرهاب وانتشار التيارات العنيفة المتطرفة يمثل أحد أهم التحديات المصيرية التي تواجه أمتنا العربية. وإنني أنتهز فرصة اجتماعنا اليوم ليؤكد وأجدد على الحاجة إلى البناء على القواسم المشتركة بين دولنا العربية الشقيقة بشأن هذه القضية المصيرية، وأن نوحد جهودنا في مواجهة هذا السرطان المدمر الذي يهدد حاضر الشعوب العربية ومستقبلها، بل العالم أجمع. السيدات والسادة، إننا على ثقة تامة أن البرلمان العربي يمثل إطاراً حقيقياً للحوار العربي ومنبراً للدفاع عن الحقوق العربية المشروعة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه، وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة. وما زلت أأمل أن يثمر اجتماعنا هذا مزيداً من التعاون والتنسيق بين برلماناتنا وتبادل الزيارات والخبرات لتطوير المسيرة البرلمانية في دولنا العربية ومد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم مصالح أمتنا العربية وقضاياها العادلة ودفع عجلة التنمية والبناء والتقدم ووضع آمالها موضع التنفيذ جنبا إلى جنب، تعزيزا لسيادة القانون وتحقيقا للأمن والأمان والاستقرار. إن مصر كعادتها دائما تؤكد على دعمها الكامل لأمن السودان الشقيق واستقراره في مواجهة التحديات التي تسعى للنيل من استقراره، وتعتبر أن استقرار السودان باعتباره بلدا محوريا في مكافحة الإرهاب يصب بشكل مباشر لصالح أمن واستقرار مصر وأمتنا العربية، لدورها الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية. فالسودان الشقيق كان في مقدمة الدول التي انضمت للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى دوره الفاعل في تحقيق الأمن والسلم في قارتنا الإفريقية. ولم تعد التحركات لرفع اسم السودان الشقيق من قائمة الدول الراعية للإرهاب هماً للدبلوماسية السودانية فقط، بل للعديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية التي باتت ترى أن السودان دولة محورية في محاربة الإرهاب. وقد اعتمد البرلمان العربي خطة هادفة لدعم السودان الشقيق ومساندته من خلال تشكيل لجنة معنية برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب برئاسة الدكتور مشعل ابن فهد السلمي رئيس البرلمان، انطلاقا من الخطة التي اعتمدتها قمة القدس المنعقدة بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. وبدء البرلمان خطوات تنفيذية وفي هذا الصدد بالتنسيق مع البرلمان السوداني والبرلمان الإفريقي، وما زلنا في حاجة إلى تكامل للأدوار والتنسيق المشترك لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ خطة التحرك عبر الاتفاق على آلية التنسيق وتبادل المعلومات. إننا نؤكد
أهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة بين مصر والسودان وبلادنا في الأمة العربية جمعا، وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين وبين مصر والسودان، هما رباط واحد وشعب واحد، ويرتقي إلى طموحات وآمال هذا الشعب العربي الأصيل، ويتسق أيضا مع العلاقات الاجتماعية والثقافية بين مصر والسودان بصفة خاصة. وأيضا هذه الصفة تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية. التحديات جسام، ولكني واثق من أن العزم الصادق والجهد المنسق بيننا كفي بمواجهتها، وتجدد مصر عهدها معكم بأن تكون في القلب من كل جهد وفعل يهدف لإعادة الحياة إلى عملنا العربي المشترك، ومواجهة أي مخاطر قد تهدد الأمن القومي العربي وفي القلب منه أمن السودان الشقيق. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.